بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في صوت شباب؟ لو في صوت اكتبوا لي واحد الله يحفظكم. طيب ممتاز. طيب فضل من الله إن إحنا كنا بنتكلم إن الأيام الماضية إن السوق ما زال إيجابي، رؤية السوق ما زال إيجابي، اليوم الحمد لله الحركة طيبة، إلى الآن إحنا قدرنا نطلع نغلق فوق، بس يعني أغلقت فوق الهاي بتاع الشمعة دي والإغلاق بتاع الشمعة دي، وأنت الآن بتنفذ عند اللي هو البار، بل أنت فوقيه كمان، حلو؟ اللي هو حصل ده طبعًا يوم النزال، تمام؟ فوليومك إلى الآن عدينا فوليوم أمس، ولسه فاضل لنا ساعة ممكن نتجاوز الفوليوم الأفريج ده، ممكن يعني عملنا كده افريج، دايما بنحط افريج 50، ممكن نعدي فوليوم افريج 50 يبقى ممتاز اكتر. الى الان السلوك جيد يعني لا جديد. اليوم طبعا عدد الاسهم الصاعده الى الان 139 سهم. الى الان انت 5 دقائق اب، يعني حتى النزول يعني اخر حاجه شوف بار واسع، سبريدات واسعه، فوليومات عاليه، الان قابلت وسط عند مقاومه بالاتحاد دي، فده طبيعي جدا. حتى لما جيت البار ده الفوليوم عالي، بعدين بدنا نهدي فوليومات قليله، زاد الفوليوم هنا، بس الى الان مفيش مجهود، يعني لسه ما كسرنا شيء، فالى الان على نفس السيناريو. حتى على اللحظه يتوقع ان احنا نغلق في نفس المستوى دي، ممكن اعلى شويه، ده وجهه نظري. الى الان الوضع جيد حلو. ارامكو، يعني لو جينا ارامكو احنا اتكلمنا عليها من فتره، ارامكو على نفس السيناريو لا جديد. انا اتكلمنا عليه كنا هنا اب داون، ما زلنا عند نفس الرينج، رجعنا للمنطقه اللي هي دي اللي هي عند الاريا دي تقريبا. دعمنا اليوم لو اغلقنا فوق هاي البار ده يكون ممتاز اكتر، تمام. ريس برضو ما شاء الله بتحرك. عجبكم الحاجات اللي اتكلمنا عليها من اول هنا والى الان؟ ده مجرد تصحيح عادي. اليوم الفوليوم زياده فوق الدعم، فاشاره جيده. باك هولدنج، يعني أرى إنه ممكن بكرة يتفاعل، يعني أنا أشوف اليوم الأسهم اللي اتفاعلت ممكن بكرة تتفاعل. السيارة برضه حلوة، النبي السيارة حلوة، عشان أوريك بس السوق بي سي أي عمل أبزورب للمقاومة اللي هنا، مرة اثنين ثلاثة، فالفوليوم زاد هنا، نجاح في الإغلاق كده يعطي له إشارات كويسة. اليوم بعد معادن محتاجين نطلع تاني فوق الحته دي، لان هي دي المقاومه، هي دي المقاومه في معادن، فانا محتاجين نطلع فوق المنطقه دي كده. اسلاك الى الان في الرينج بتاعه، بس سلوكه طيب برضه مش وحش. انا ما بحبش الاسهم الداون ترند، مع ان انا شايف ان كتير من الاسهم هتعمل ارتداد. امك قلنا من اول البار اللي هنا ده منطقه ريتست من غير فوليوم، اليوم بفوليوم وغلط فوق بار اثنين ثلاثه، ف أماك ممكن نشوفه في المناطق دي، وستوبك هيكون تحت هنا لو عايز تبقى في السيف زون زي ما بيقولوا. كيمانو اليوم برضه بص الفوليوم، بترو كيميكال النهارده عامل شغل ثابت، سابك اليوم الفوليوم لو اغلقنا من المستوى دي ممتاز. شوف انت عملت انجل او بلعت 3 شمعات، ولو اغلقنا فوق المستوى ده يكون ممتاز جدا. انا اتوقع ممكن لغايه 120. سابك مغذيات، وضحت سابك مغذيات، قلنا ان كان في الجروب ان دي منطقه طلب، ابتديت سلوك الفوليوم ان هنا كان في فوليوم عالي، طلعت غلقت في ايه تيست واختراق، فمعانا لغايه ممكن المستويات دي 66، تمام. التصنيع كفوليوم كويس، يعني لو غلقت فوق البار الهاي فوليوم ده كويس. ده انا ما بحبش السهم، السهم ماليا في مشاكل، بس انا بتكلم كتكنيكال. يعني زجاج، زجاج اتكلمنا عن المقاومه دي، هو الى الان يعني كنت عايز يحافظ عليها، الان عايز يشوف هيعمل ايه، هل هيهدي كده ويكمل؟ ممكن ممكن نشوف تهدي لغايه هنا. اللوجيك اخبار كويسه، اليوم فوليوم كويس، اكشن كويس. بص خبطت في مقاومه، نزلت من غير فوليوم، ظهر سقطت في فوليوم، فدي اشاره كويسه. واتساب مغطيات جيد يا جماعه، لسه بتكلم على اتساب مغطيات. انا بحاول الف على السوق سريعا، يعني انما بيعمل امتصاص هنا، فالاختراق هنا يعطينا اشاره ممتازه، بس برضه مش احسن الحاجات في البتروكيميكالز. كتير من الاسهم واضح ان كتير من الاسهم اكشن هنا، برضه انت عملت هنا سبرينج، هو واضح
ليهم فوليوم اعلى، فممكن نشوف لغايه المنطقه دي ينساب برضو ينساب. اوكي ذاتس جود. الفوليومات بس تطلع البتروكيميكال شكله هيكون له نصيب في الصوت كده واضح كده، صوت واضح، صوت كده واضح كده افضل. طيب ينساب، بص الفوليوم طلعت فشكل البتروكيميكال هتكون لها نصيب في الموجة دي. الورق اللي كنت لما كنت بتسألوني عن الورق، احنا بنقول ان انت عندك النقطه دي انت اخترقتها والفوليوم، فانت اليوم فوليوم عالي فغالبا هيعمل اختبار للمنطقه دي ويعطي بعد كده حركه. انا بحاول اكون سريع، يمكن سبكم كده كده اشارت سبكم ظاهر، احاول ابطأ شويه. سيبكم احنا اتكلمنا عليها الى الان، قلنا هنا بيعمل اعاده اختبار، فلسه معانا من الحاجات الكويسه، فاتوقع لا قمه وقف خسارتك زي ما اتكلمنا هنا. متقدمه اليوم بس متقدمه، يعني وصلت عند السبورت اللي موجود هنا، المنطقه اللي موجوده هنا دي زحمه، واليوم حركته كويسه. ممكن نشوف لغايه قمه البار ده الفور هاي فوليوم، نشوف رد فعل منه. هو الميزه ان البار ده متقدمه، ان فوليوم عالي مفيش نتيجه وراه، مفيش نتيجه وراه. كان عشان سالت عليها كان وضحت ان دي منطقه الطلب اختبار اليوم فوليوم اعلى بار انسايد، فدي اشاره كويسه. انت بتقول سامه ليه في مشاكل برضه، كان الاسمنتات سريعا برضه الواحد الواحة الحركة دي تدي له بوتنشال انه يرجع للمنطقة دي كثيري. انا طبعا زي ما تقولوا انا ما بشتغلش في اسهم داون ترند، انا كاحمد ما بشتغلش في اسهم داون ترند، انا بس بتكلم كفوليوم. في كل معظم الاسهم دي فيها ارتدادات. اوكي اسمنت الامام برضه كويس، اسمنت الامام ممكن هو من اكثر الاسمنتات المميزة يعني اطلاق، حتى اليوم لو اغلق بالبار ده كده يكون ممتاز. سريعا سريعا ما عنديش حاجة. ايه اسمنت ينبو، اسمنت ينبو برضه حلو، بص الفوليوم العالي ترى تغلق فوقيه، دي شرط برضه مقبولة. بس زي ما قلت المميز ممكن القطاع ده او الاسمنتات اليمن. طيب عشان ما اخدش من وقتكم اعطوني الاسهم، استرا ممتاز باي ذا واي، برضه استرا كويس الى الان من غير فوليوم. اختراق البار ده يعطي اشارة. طيب اعطوني اسهم الشرقية عشان نكسب وقت 60 60. طيب الشرقية إلى الآن أنت عملت سبرينج، يعني بص عملنا كده ده سبرينج، الآن فوليوم قليل ممكن تست هنا ويرجع تاني ممكن للمنطقة، يعني دي المقاومة اللي جاية. زي ما أنا دام سهم في داون ترند ما بشتغلش عليه، بس أنا بديكم إنه التحليل ده ممكن يعني. نادي اتكلمنا عليها أوريدي الحمد لله، اتكلمنا عليها من هنا الآن تقريبا يعني وصلنا تقريبا 11%. المراعي بيعمل امتصاص، بص المراعي عمال يعمل ايه، يمتص العروض اللي هنا، فوليوم عالي نزل قاع اعلى من قاع، فده امتصاص، فده امتصاص. الراجحي انا وجهة نظري ان البنوك مش افضل حاجة في الموجة دي يا شباب، افضل حاجة مش في الموجة دي مش البنوك، ده وجهة نظري. اليوم برضو جيد، اليوم بص الان اغلاقه لو اغلقنا فوق المستوى يبقى كويس وفوليومنا عالي شيء ايجابي، يعني ممكن نشوف تاني لغايه ال 102 103. اوكي بس انا البنوك بلاش في الموجه دي، ارى ان هي البنوك هتاخد مسار افقي اكتر منها تطلع. التصنيع بص تيست اختراق اليوم كويس، التصنيع كده ممكن نشوف لغايه ال 20 40 سوق مقبول، يعني بص اد سبرينج كبير اهو. هو شكل الموجه دي معظمها بتروكيميكال واسهم متوسطه. ايه تاني؟ ايه اسئلتكم التانية؟ الحمادي لا جديد في الحمادي، بس اليوم الحمادي بص بار صغير واليوم عالي، في ضغط بيعلي، في ضغط بيعلي، يعني لو عندك ربح فيه ممكن
تجني جزء منه. هو الان سام اوريدي يعني ممكن الهدف 55 56، بس اليوم في ضغط واضح عليه. ميبكو وضحتها، وضحت ان ميبكو النهارده سلوكه ممتاز، بار صغير، فوليوم تداول عالي، فغالبا حركته تكون بكره. ايه كمان؟ الدواء الاكاديمي. انا شايف ان البار ده، بص انت بص يعني لما جينا نرسم كده، نرسم بالظبط بدقه، يعني دي المنطقه بتاعت الطلب بتاعته، فهو اوريدي اب ونازل من غير فوليوم. بس اليوم بص اليوم شايف ده بار طويل، وده بار اصغر منه كمدى، والى الان انت فوق اللو، فدي اشاره كويسه لظهور مشتري، يعني في مشتري ظهر اليوم. تمام، انا نعمل تدندنش ده كده بنسميه احنا كده في وايكوف، ادي اب ثرست، سوري ادي سيلينج كلايمكس، ارتداده، بعدين سبرينج، بعدين اب، عملنا رينج. هو بس يعني بيزور المنطقه دي كده، هنا ممكن يعمل حركه زي كده ويقوم ايه طالع تاني لفوق. سولوشنز وضحناه برضو انه كان في مناطق كويسه. سولوشنز سولوشنز ادي سولوشنز سولوشنز اهو كان وصل لسعر الكتاب. سولوشنز ادي الخط اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. اليوم اشاره كويسه والبار كويس، والبار بالشكل ده يعطي اشاره ان احنا ممكن نشوف ال 241. ثانية واحدة شباب، ده الأركان، الأركان سلوكه ممتاز، بس بدأ يطلع آخر من غير فوليوم، واليوم الفوليوم عالي، فدي إشارة إن ممكن تجني جزء من أرباحك فيه وتنتظر لما يهدي. تمام؟ الينز ما بحبش التأمين الفترة دي، أوكي. بس الينز إغلاق البار بتاع اليوم ده كويس، يعني لو إغلقنا بالشكل ده البار بتاع اليوم كويس، ممكن نشوف لغاية ال 20 25 ويكون واقف خسارتك تحت اللو، مع إن ما بشتغلش القسم دي، بس ده النقطة بوضح. أكوا باور حبيب، لا جديد، أكوا باور اخترق، بيعمل اختبار من غير فوليوم، بار صغير، لسه أكوا باور عندنا لغاية ال 174 وإن شاء الله أعلى كمان. تمام، ده بالنسبه للاسئله. في اسئله تانية، انا بس بتاكد الجروب، الشباب سالتوا اسئله تانية. صبغه ديت اتكلمت عليها، كيان اتكلمت عليها، ساك اتكلمنا عليه، الباقي حلو. تمام، اتمنى اكون موضح الدنيا. انا ما زلت يا شباب وجهه نظري في السوق زي ما وضحت واحنا هنا، ان شباب انا ما زلت ارى ان السوق لسه قدامه للصعود. مبدئيا طبعا كتكني كانت عندك مقاومه هنا، مقاومه مهمه، يعني حتى المقاومه دي اللي هي بتبقى اكستنشن الفيبو والكلام ده كله، اللي هي المنطقه دي بالظبط، دي مقاومه مهمه انا شايف ان احنا نستهدفها فنيه. وبس انا ما زلت ارى ان احنا ممكن نخبط هنا بعدين ننزل تاني مسار افقي بعدين، بس الصوره الكبيره بالنسبه لي ان في ان شاء الله موجه صاعده لفوق. تمام، هشيك على حاجه اخيره معاكم، ثانيه واحده. دايما انا لما بحب احلل المؤشر بحب اشوف عدد الاسهم الصاعده والهابطه، فانا مبرمج مؤشر لحساب الاسهم اللي قدرت تخترق فوق، اللي هو المؤشر اللي تحت ده فورمولا، شرحت الفيديو بتاعه قبل كده. الله، اليوم بص اليوم في زياده، ست اسهم بتخترق لفوق، في زياده، يعني تخيل النزول ده كله كان في دايفرجن، عملنا زوم ان كده، شايفين يعني الاسهم بتنزل وفي دايفرجنس، كان الاسهم ده كان مدين صوره ان السوق كويس وان في حركه. اليوم احنا بنطلع فوق، انت هنا كنت تقريبا سته نيو هاي في الحركة، هنا في الحركة دي، هنا لو احنا اليوم كملنا على ستة أو أكتر يبقى ده ممتاز
بالنسبة لنا. حلو، أتمنى أكون جاوبت على الأسئلة كاملة، إلا أن لا جديد. هنبدأ نشوف السوق، الإطلاقات بتشوف إزاي، آخر حاجة الإطلاق للآن بننزل من غير فوليوم في الرينج ده، ما عندناش فيه مشكلة. سيولتنا الآن حوالي 6 مليون 5 مليون 700، أتوقع نقفل الإغلاق كويس بإذن الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، أعتذر على الإطالة، وإن شاء الله بكرة سوا مع بعض. موفقين، سلام عليكم.